رزقك المكتوب من عند رب العالمين. لو تحاموا دون هالناس ما وصلوا حماه. راقب الله وانت ضايق تخذ لك ركعتين ما يزعزع جائرات الهموم الا الصلاة. اجتهد لو كان ما عاد للطيب عوين، لو يسوق المال والجاه ما يلقى جزاه. العرب قامت تغلى وانا قدري ثمين، مستحيل اطرد ورا اللي ملقيني قفا. صيحة اذا تبى يومك يمر بسلام، اذا صحيت من النوم لا تخم الجوال تشوف الواتساب وتشوف الجروبات وجروب الجماعة وجروب العائلة وجروب اصدقائك، لان بيجي يوم تلقى خبر ينكد عليك يومك. اما في صديق ولا في قريب ولا في حبيب ولا امر ما تباها تيجي ولا تبى تسمع خبر عليه، فخلك استفيق شوي وقم صل وكلك شيء بعدين افتش الجوال. خل يوم يجي صدمة لها ما توقع على الضلع القصير تشطفك قد انك تميزت وعقلك صحة، لان اذا جتك كذا بغتة اعوذ بالله يلا ادخيلك من الفجأة. شوي صحيت خميت الجوال قريت لي خبر لطمني، والله انا لك على السفرة اني ما دقت. هالخبر ما هب علي انا، بس الواحد يجزع للقريب، يجزع للصاحب، يجزع للي بينك وبينه زاد وملح. فأنا ما أقدر أصرح ولا أقدر أذكر، يعني ما يخص الموضوع، بس عشان أوصل لك أنك لا تخم الجوال تنصدم أول اليوم ولا وانت صاحي وانت قايم مزاجك متعكر. فالحمد لله على كل حال الخسائر تتعوض، والله إذا قفل باب فك 100 باب. وحنا خلقنا في الدنيا هذه ما معنا شيء ونبى نروح منها ما معنا شيء. خلقت في الدنيا وانا ما معي شيء بروح منها ما معي شيء منها. انا وراي انكد عليكم مع حال المغرب، خلوني اروح الحق موعدي بس.